بيانفوني ميزامي اهلا بكم في تعلم الفرنسيه ابخوندر لا لانغ فرونسيز النهارده هنتناول العديد من الموضوعات وهنبدا مع بعضينا بليزوبجيكتيف دو كور او اهداف الحلقه اليوم والموضوعات اللي هنتناولها هنبدا بيها بالديسكريبسيون فيزيك او ازاي اقدر ان انا اوصف الشكل الجسماني وهنبدا طبعا نشوف مع بعض المظهر الخارجي اذا كنت بتكلم من الاعلى الى الاسفل هنبدا مع بعض هنشوف الرأس هنشوف الشعر هنشوف العينين هنشوف الأذن هنشوف الأنف هنشوف مجموعة متنوعة من الطرق اللي احنا ممكن ان احنا نوصف بيها الشكل وبعد كده برضو هيكون في ابلكاسيون او تطبيق على الجزئية دي وهنشوف ازاي نقدر نحطها في جملة سليمة ثم هننتقل بعد كده الى جزئية اللي هي الكومبريانسيون اكريت او هيكون عندنا نص هنشوف هنقراه ازاي وهنتناوله ازاي ثم هنجاوب على الاجابات المطروحه عليه. ديسكريبسيون فيزيك، ديسكريبسيون فيزيك او ازاي اقدر ان انا اوصف الشكل الخارجي الوصف بتاعي العينين او البق او المناخير او ايا كان الشكل الخارجي بتاعي بيكون عامل ازاي وطبعا بيكون في اختلافات كبيره ما بين شخص للتاني فهنشوف ازاي نقدر نعبر عنها بشكل سليم. لو اللي هو طبعا النوع وطبعا اذا كان النوع اذا كان ذكر او انثى طبعا بيكون عندي النوع ممكن يكون عندي شاب وممكن يكون عندي شخص يعني كبير في السن فهنشوف ازاي نقدر ان احنا نعبر عنه اول اكزامبل موجود معايا واول مثال طبعا زي ما احنا شايفين الولد الموجود قدامنا او الراجل اللي موجود قدامنا وده بعبر عنه ازاي بقول انم انم وطبعا زي ما اتفقنا قبل كده مع بعض ان الحرف الاش هو لتر مِيَتْ او قلنا عليها العش مِيَتْ وطبعا هنا ما بنطقش خالص الحرف ده خالص وبعتبره مش موجود وطبعا ببدا بعد كده ان انا يعني انطق من الجمله او من ال حرف التالي وهنا طبعا بيكون القراءة الصحيحة هتكون أنوم وأنوم طبعا اللي هو الرجل زي ما احنا شايفين بهذا الشكل يبقى أول نوع موجود معانا أو أول جزئية موجودة معانا في لو جونغ سي سي المثال التالي والاكزامبل اللي بعد كده شفنا الرجل يبقى خش بعد كده على المرأة وهنا طبعا زي ما احنا شايفين بتسمى عندي إن فم. إن فم. هنا طبعا هلاقي حرف ال وبعدين دبل ام اتنين او دولات ام حرفين ام جايين ورا بعض وهنا هلاقي ان نطق الكلمه بيختلف شويه ما بنطقش الأ بشكل طبيعي وبشكل عادي ما بقولش اون فام بقول اون فام اون فام واكن هنا موجود حرف ا وليس حرف او وطبعا هنا طبعا الارْتيكل ديفيني اللي دايما قلنا عليه آآ آآ يعني بيكون موجود دايما قبل الكلمه او قبل النو واللي بيحدد لي اذا كان في المذكر او في المؤنث يبقى سيتش فام دي امراه او دي سيده زي ما قلنا طبعا بيكون عندي الرجل انوم وعندي المراه اون نفس الكلام لو انا عايز اعبر عن طفل او ولد في عمر صغير هنا طبعا بقول سيتا جارسون سيتا جارسون وان جارسون يعني ولد وزي ما احنا شايفين ب عمر او في عمر صغير هنا برضو هلاقي عندي السي سي دي اللي بتكون متواجده معايا في بعض الكلمات وجودها مش بالشكل كبير ولكن موجوده معانا في بعض الكلمات بهذا الشكل ان جارسون وهنا طبعا الارتيكل اللي بيناسب المفرد المذكر. سي <سؤال> تان ولد صغير. نيجي على المثال اللي بعد كده زي ما اتكلمنا وشوفنا الرجل، شفنا المراه، وشوفنا الولد الصغير، يجي بعد كده عندي سي في سي في، سي في طبعا اللي هي البنت الصغيره، نفس الكلام هلاقي هنا عندي في في هلاقي دو لتر آل او دوبل آل جايين ورا بعض وبتك عليها شويه سي في. وبرضو عندي اللي هنا ما يناسب المفرد المؤنث فيه بنت صغيره. لاج ولاج اللي هو العمر او السن وبرضو واحده من العلامات المميزه او واحده من المواصفات اللي ممكن يعني نوصف بيها الـ 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 الشخص اللي موجود امامنا. تعالوا نشوف مع بعض اول اكزامبل واول مثال. طبعا هنا هلاقي عندي ان هو بيقول لي قيل او قال بافتراض ان ده ممكن يكون رجل وممكن تكون امراه ممكن يكون ولد وممكن يكون بنت وبنوصفهم او بنوصف العمر بتاعهم. هنا عندي كلمه جن جن وجن تعني عمر الشباب او تعني شاب وهلاقي ان الكلمه دي ما بتتغيرش يعني الوصف ده بيكون موجود معايا في الفميناء او في المؤنث والمذكر على حد سواء وطبعا هنا ايل او ال ايل هنا اهو البرونون بيرسونيل اللي بيناسب المذكر وال اللي بيناسب المؤنث وبالتالي ممكن اقول ايل جون ممكن اقول ال جون والصوره اللي امامنا صوره بيت فممكن اقول ال جون يعني هي في عمر صغير او هي شابه الاكزومبل <applause> اللي بعد كده نفس الكلام هلاقي ايل او ال مكمله معانا على طول يعني انا ممكن اتكلم آآ 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 بهذا الشكل عن الولد او الرجل او عن البنت او المراه هنا على ايل او ال ايه داج مور داج مور او لاج ما معناته العمر اللي بيكون متوسط يعني سن النضوج وزي ما احنا شايفين هو مش ولد صغير ولكن في عمر الشباب كده أو في سن النضج هلاقي هنا طبعا عندي داج هي كانت المفروض في الأساس تكون دو آر ولكن ما ينفعش أن أنا زي ما قلنا مع بعض أحط اتنين بويال ويجوا ورا بعض إذا بحط دي أبوستخوف وبتكون داج مور يبقى إلي داج مور و إلي داج مور نفس الكلام برضو في جزئيه لاج وجزئيه العمر شفنا السن الصغير وشفنا سن او عمر النضج وطبعا معانا السن او عمر آآ آآ اللي بيكون اكبر شويه وهنا برضو نفس الكلام هقول إل او قال وهنا بقى حليق ان الادجكتيف او عند هنا الوصف ده بيتغير وبيتغير على حسب اذا كان مذكر او اذا كان مؤنث على عكس الصفات اللي كانت موجوده معانا قبل كده. طبعا اول حاجه عندي هلاقي هنا الصوره طبعا فيها رجل وفيها امراه او سيده وهو طبعا في عمر كبير زي ما هو واضح عليهم عندي ايل او قال فانا لو عايز اقول ايل وعايز اتكلم عن الرجل وعايز اوصفه هقول ايل اي فيو, إيه فيو إيه فيو يعني رجل كبير في العمر رجل إيه مسن فهنا هقول ايل فيو نفس الكلام ممكن استخدم ادجكتيف تاني واقول إلي تعجي جي الي اجي والي اجي برضو يعني في عمر متقدم او في سن كبير نفس الكلام هنا لو انا بتكلم عن الرجل يبقى هنا عندي الادجكتيف اللي بيناسب المذكر اذا كان فيو او اجي طب لو انا غيرت وحطيت ال او عايز اوصف أه سيده او امراه هنا هيتغير معايا الاكس والاو هيتشالوا تماما وهتبقى الي فيي الي فيي الي فيي يعني هي برضو في سن كبير او هي مسنه ونفس الكلام برضو ممكن استخدم الادجكتيف اجي ولكن باضافه ال الزياده زي ما احنا اتفقنا ال دايما يعني كي مارك توجور لو فيمينال دي او هي دايما اللي بترمز الى المؤنث وبنقدر بيها ان احنا نفرق ما بين المؤنث والمذكر يبقى il est vieux il est âgé ألي est تعالوا نشوف الجزئيه التاليه مع بعض وعلشان نوضحها بشكل افضل نشوفها مع بعض على الاكرام ماجيك ديسكريبسيون فيزيك او الوصف وازاي اوصف المظهر الخارجي او اوصف الوجه بشكل دقيق او العين او الاذن هنشوف ده بشكل واضح هنا على الاكرام ماجيك ونبدأ بأول حاجة موجودة معانا طبعاً لو فيزاج لو طبعاً اللي هو الوجه والوجه دايماً بيكون ليه يعني مواصفات محددة ودقيقة جداً ناخد أول اكزامبل وأول مثال موجود معانا نفس الكلام زي ما شفنا قبل كده يكون معايا ال أو آل يعني أنا بتكلم عن المذكر أو المؤنث اتنين واحد وعندي بقول أ لو فيزاج باستخدام فيرب أفوار وبتكلم عنه او عنها وبقول ان هي بتمتلك وجه او هو بيمتلك وجه بهذا الشكل. تعالوا نشوف اول شكل موجود معانا. اول شكل موجود معانا اللي هو غون. غون. لان انا لو عايز اوصف الوجه الغون ده بيكون اللي هو الشكل الدائري او بيبقى الوجه يعني مستدير. لو انا عايز اتكلم عن الولد او عن المذكر هقول الى لو غون. لو عايز اتكلم عن المؤنث هقول الا لو و رون طبعا اللي هو الشكل المستدير زي ما احنا شايفين في حرف الاو وحرف الان اللي احنا دايما اتفقنا مع بعض ان هم لما بيكونوا متواجدين مع بعض بننطقهم بهذا الشكل بتكون او فيبقى رون اللي هو الشكل المستدير او الوجه المستدير عندي برضو لاتخ دي او حرف الدي اللي موجود في النهايه برضو هنا بعتبره غير موجود وبتنتهي الكلمة معايا عند حرف الان يبقى إلى لو فيزاج رون إلى لو نيجي للشكل التالي أو الإكزامبل التالي على بعض أشكال الوجه عندي برضو شكل البيضاوي زي ما احنا شايفين في الصورة وده عندي بسميه أوفال أوفال وأوفال اللي هو الشكل البيضاوي يعني مش بيكون مستدير ولكن بيكون اقرب شويه او بيكون قريب للوجه ال ال الطويل وهنا نفس الكلام عندي لو عايز اتكلم عن المذكر هقول الى لو اوفال نفس الكلام لو بتكلم عن المؤنث او عن الصوره الموجوده فيها الامراه اللي هنا في ال الصوره اللي امامنا في الفوتو اللي قدامنا هقول الى لو اوفال اوفال اللي هو الشكل البيضاوي الإجابة اللي بعد كده والمثال اللي بعد كده لو انا بتكلم عن الوجه، وجه بيكون يعني تريونجيلار زي ما احنا شايفين وتريونجيلار او كلمه تريونجيلار جايه من تريانغل triangle اللي هو المثلث بيكون يعني شكل كده يعني قريب شويه من المثلث وهنا بيكون الوجه اسمه تريونجيلار تريونجيلار، تريونجيلار وقلنا الأ والأن بيكون نطقهم قريب شويه من الاول ان بتكون اون يبقى تريونجولار اللي هو الشكل اللي بيكون قريب من التريونجل نفس الكلام هنا لو انا عايز اتكلم عن المذكر هقول الى لو فيزاج لو عايز اتكلم عن المؤنث هقول الى لو فيزاج تريونجولار نشوف المثال التالي والاكزامبل اللي بعد كده برضو يعني بعض الاشكال الهندسيه اللي موجودة معانا في وصف الوجه ممكن هنا بنشوف بعض الوجوه بتكون شكلها على شكل مربع وهنا بوصفها أو بقول كاري كاري كنا أخذنا طبعا مع بعض قبل كده الأشكال الهندسية كلها وهنا لو أنا عايز أتكلم عن المذكر بقول إن وجهه يعني أقرب إلى المربع هقول إلى لو كاري الى لو فيزاج طبعا عندي هنا دوبل ار او حرفين ار موجودين ورا بعض لو عايز اقول او اتكلم عن المؤنث هقول الى لو فيزاج المثال التالي والاكزامبل اللي بعد كده ولو بتكلم عن حد وجهه طويل او وجهه يعني مش قصير وجهه طويل فهنا طبعا هقول الى لو فيزاج لون il a le visage long ولون يعني طويل فأنا هنا بوصف الوجه إن هو وجه طويل ممكن برضو أوصف البنت أو المؤنث وأقول إلا لو فيزاج لون إلا لو فيزاج لون يبقى الوجه الطويل زي ما إحنا شايفين بهذا الشكل نفس الكلام بالنسبة للون قريبة جدا من غون عندي الأو والإن والحرف اللي في الآخر أكنه مش موجود والاو الان زي ما اتفقنا بيكون اون بيكون او لي زغي او الاذن او الـ 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 الودان ازاي اقدر ان انا اوصفها واعبر عنها برضو بيكون ليها بعض الاشكال المختلفه تعالوا نشوف مع بعض اول اكزامبل اول اكزامبل معايا طبعا هنا هلاقي استخدامي للجمله او ازاي ببدا الجمله هنا هلاقي عندي قيل او قال بشكل طبيعي، قيل للمذكر وقال للمؤنث وفيرب أفواغ، أ لي زوغي، لي زي ما اتفقنا بعد قبل كده إن هي طبعًا الأذن ولكن هنا هستخدم لي زوغاي في الجمع لأن هي مش أذن واحدة هما اتنين وبالتالي يبقى في البلوريال في الجمع وهقول لي زوغاي. طيب طبعًا ده بيخليني إن أنا الأدجيتيف أو الوصف اللي أنا هحطه بعد كده لازم بيتغير علشان يكون تابع للبلوريال آه آه او تابع للاسم اللي هو بيوصفه اول اكزامبل موجود معانا زي ما احنا شايفين في الصوره امامنا اللي هي الاذن لما بتكون كبيره وهنا طبعا آه آه بعبر عنها وبقول ايه بقول الى <applause> لي زوري الى لي زوري هو عنده آه الاذان بتاعته آه كبيره نفس الكلام لو انا بتكلم عن بنت هقول الى لي جروند خلي بالي من الاخر كده هلاقي حرف الاس نفس الكلام برضو هلاقي ان كلمة اغين اهو في الجمع وبالتالي لازم احط الادجكتيف بتاعي او الوصف اللي انا هحطه هنا اهو يبقى بيتوافق مع الجمع المثال اللي بعد كده والخاص برضو الاذن وزي ما شفنا اه اه اتكلمنا لو كانت الاذن كبيره طب لو كانت صغيره هعبر عنها واقول ايه؟ إل أل إلى ليزوغاي وطبعا بعد كده لو بتكلم عن المؤنث او بتكلم عن بيت هقول ألا ليزوغاي زي ما احنا شايفين في الفوتو في الصوره نفس الكلام هلاقي طبعا حرف الاس اللي هو كيماخ توجور لو Pluriel du او اللي هو بقدر افرق بينه او بي ما بين الجمع والمفرد فهلاقي طبعا ان هنا اخره حرف الاس الاكزامبل اللي بعد كده برضو عندنا بعض الشخصيات الكرتونيه وبنلاقي الاذن دي برضو بتبقى موجوده في الواقع لو انا بتكلم عن الاذن يعني الطويله نوعا ما شويه كده وبتكون خارجه لبره بعبر عنها ازاي بقول عليها بوانتو بوانتو pointu, POINTU طبعا زي ما احنا شايفين في الصوره امامنا لو انا عايز اعبر عنها واستخدم او, او اوصف المذكر هقول الى لي زوغي بوانتو الى لي بوانتو لو عايز اتكلم عن المؤنث او عن البنت هقول الى لي زوغي بوانتو الى لي بوانتو وهلاقي برضو حرف الاس الموجود عندي في الاخر هنا برضو هلاقي الأو والإي والإن وهلاقي الإي والإن اللي كنا شفناهم مع بعض قبل كده وبيكون نطقهم أه بيكون قريب شويه من رقم واحد اللي هو أه و اللي هي طبعا الأذن بهذا الشكل. الاكزامبل اللي بعد كده والمثال اللي بعد كده لو أنا بتكلم عن الأذن اللي هي بتكون قريبه أكتر من الوجه بتكون لازقه في الوجه مش خارجه لبره زي الأذن اللي إحنا شفناها في المثال السابق هنا طبعا برضو ممكن آآ آآ زي ما احنا شايفين في الصورة دي الأذن خارجة لبرة شوية وبالتالي أعبر عنها ازاي هقول إلى لزوغاي ديكولي إلى لزوغاي ديكولي أو إلى لزوغاي ديكولي لو بتكلم عن المؤنس إلى إلى ديكولي بتكون موجودة بهذا الشكل لا تاي لا تاي او الحجم لو انا عايز اتكلم او اعمل ديسكريبسيون فيزيك اعمل وصف للشخص الموجود امامي واوصف الحجم بتاعه او شكله الجسماني عامل ازاي هتكلم عن ده ازاي وهوصفه ازاي نشوف اول اكزامبل موجود معانا اول اكزامبل موجود معانا لو الشخص الموجود امامي حجمه كبير او حجمها كبير زي ما احنا شايفين هنا طبعا هلاقي ان الادجكتيف الموجود عندي بيوافق المذكر يبقى هقول جران 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 يعني كبير او حجمه كبير ممكن اقول الي دو تاي ان هي بحجم كبير لو انا عايز اتكلم عن المؤنث عندي برضو زي ما في الحجم الكبير في الحجم المتوسط لو انا برضو بوصف حد حجمه متوسط لا هو كبير في الحجم ولا صغير في الحجم هنا هقول عليه اليه أو ألي elle موين de taille moyenne. Elle est طبعا كلمة تاي كلمة مؤنثة عرفنا منين عرفنا من ال لا اللي موجودة قبلها واللي بتوضح دايما أو بتقول إن الكلمة اللي بعد كده هيكون فيها أو هتكون في المؤنث هنا هلاقي تاي موين وبالتالي ما قلتش موين قلت موين وضفت حرف الآن وحرف ال ا علشان توافق المؤنث. زي ما شفنا الحجم الكبير والحجم المتوسط عندي برضو الحجم الصغير لو انا هتكلم عليه لوحده كده او بتكلم عن ولد هقول بوتي بوتي ولكن لو بتكلم وحطيت كلمه تاي او بتكلم عن بنت هقول طبعا الي تاي او الي petite على طول تبقى صغيره ولكن هنا هلاقي عندي صورة الولد وبالتالي بيتي يبقى في المذكر المفرد. لو بوا، لو بوا او الوزن او لو بتكلم وبوصف الشكل الجسماني بتاع حد وممكن يكون وزنه زايد شويه او وزنه اقل يعني من اللي المفروض يبقى عليه فطبعا تعالوا نشوف ده هنوصفه ازاي. لو بوا واول حاجه موجوده معانا لو انا عايز اوصف حد واقول ان هو حجمه كبير او وزنه ثقيل فطبعا هنا هنا هقول جرو جرو جغو طبعا اللي هو يعني سمين او حجمه كبير زي ما احنا شايفين وموضح امامنا في الصوره دي عندي برضو المثال اللي بعد كده لما خلاص شفنا الحجم الكبير او شفنا حد يعني وزنه كبير لو حد وزنه متوسط يعني بيكون اقرب شويه الى الرفيع او النحيف بيكون حجمه صغير نوعا ما فده بقول عليه ايه؟ بقول عليه ماص ماص وماص اللي هو طبعا زي ما احنا شايفين بهذا الشكل. زي ما شفنا جرو او غص بالنسبه للمؤنث وشفنا طبعا الحجم اللي هو المتوسط او الوزن المتوسط اللي هو مانس عندي برضو الوزن اللي هو بيكون نحيف جدا او بيكون رفيع جدا وده بسميه عندي ايه بسميه ماجغا 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 اللي هو النحيف او اللي هو رفيع زي ما احنا شايفين بهذا الشكل لا لونجور إيه، لا فورم وهنا ننتقل مع بعض الى جزئيه لي او الشعر زي ما كنا اتعرفنا على الكلمه دي قبل كده لي اللي هي الشعر وطبعا هنا علشان اتكلم او اوصف الشعر عندي لا الطول طول الشعر نفسه ممكن يكون طويل ممكن يكون قصير ممكن يكون متوسط وعندي لا فورم او شكل الشعر بشكل عام ودي عندي فيها امثله كتير او عندي فيها تفاصيل كتير اول اكزامبل موجود معانا واول شكل من اشكال الشعر الموجوده معانا عندي طبعا هنا الشعر لما يعني بيكون مجعد كده او بيكون بهذا الشكل بسميه ايه بسميه بوكلي بوكلي طبعا انا هنا لو عايز اوصف الولد او البنت وعايز يعني اوصف الشعر بتاعهم هستخدم برضو ايل او قال زي ما شفنا قبل كده مع بعض وهستخدم فيرب افوار واقول ايلا لي شيفو بوكلي أو آلة لي بوكلي ولكن أخلي بالي إن دايماً بيحصل تغير عندي في الارجيتيف أو في الوصف عندي علشان يتوافق مع الاسم اللي بيوصفه، إذا كان في المؤنث هضيف حرف او زيادة، إذا كان بتكلم عن بقى الشعر في الجمع وبتكلم عن المؤنث هيبقى في الجمع المؤنث وإذا كنت بتكلم بشكل عادي عن المذكر هيبقى بالشكل اللي إحنا شايفينه أمامنا يبقى بوكلي بهذا الشكل. الاكزومبل اللي بعد كده والمثال اللي بعد كده لو بتكلم عن الشعر اللي بي بيكون يعني آآ آآ يعني منظم كده بشكل جيد ونازل كله مش مجعد ولا فيه اي آآ فرق بيكون كله زي ما احنا شايفين بشكل واحد وده بسميه عندي ايه؟ بقول لي شيفو غاد غاد لي شيفو غاد اللي هو الشعر لما بيكون بهذا الشكل طبعا عندي الا والاي بنطقهم شويه وانا فاتح بقي بقول غاد غاد شبه شويه الاو اكسون غاف وطبعا هنا في البلوريال في الجمع. المثال التالي او الاكزامبل اللي بعد كده وطبعا لو الشعر مجعد شويه زي ما احنا شايفين امامنا هنا بعبر عنه ايه؟ بقول أندولي اوندولي اوندولي طبعا اللي هو في البلوريال هنا زي ما احنا شايفين بهذا الشكل. المثال اللي بعد كده عندي لو بتكلم عن الشعر القصير زي ما احنا شايفين في الفتوق ممكن اقول لي كوغة كوغة كوغ هلاقي اخرها حرف التي ما بنطقوش اكنه غير موجود وعندي برضو حرف الاس اللي هو بيوافق الجمع علشان انا بتكلم عن لي او الشعر في الجمع عندي هنا برضو ما بين القصير وما بين الطويل لو بتكلم عن الشعر وعايز اقول ان هو لا هو طويل ولا هو قصير فهنا بقول ميلون ميلون دي ميلان ميلون يعني الشعر لما بيكون متوسط في الطول عندي الاكزامبل سويفون او المثال اللي بعد كده ولو الشعر طويل بشكل كبير جدا هنا بتكلم عليه وبقول لون لون ولون يعني الشعر الطويل زي ما احنا شايفين في الفوتو برضو واحده من التفاصيل الخاصه بالشعر لما يكون الشخص او الشخصيه اللي امامنا ما عندهاش شعر خالص او بتكون يعني بتفتقد الى الشعر هنا بقول عليه ايه او بعبر عنها ازاي بقول شوف 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 طبعا لو عايز اتكلم ان الشعر غير موجود زي ما احنا شايفين في الاكزامبل اللي قدام نفس الكلام برضو من الحاجات الخاصه بالشعر او ب لي لو عايز اوصف الشخص اللي قدامي وعنده بغب او عنده لحيه هنا بعبر عنها ازاي بقول il est barbu il est barbu يعني عنده لحيه او ممكن اقول il a une barbe باستخدام بارباوار يبقى il a une barbe او il est barbu علشان اعبر عن الدقن واللاجئ لو بتكلم عن حد عنده شنب وعايز اعبر عنه بقول ايه بقول الى ان مستش الى ان مستش زي ما احنا شايفين امامنا في الصوره بهذا الشكل نكون شفنا مع بعض جزئيه مهمه جدا خاصه بالفيزاج وبالشيفو تعالوا نستكمل مع بعض باقي اجزاء الحلقه بتاعتنا زي ما شفنا مع بعض كده الديسكريبسيون فيزيك او لو انا عايز اوصف بعض العلامات المميزه في الوجه او في الشعر شفنا مع بعض بنسميها ازاي او بنعبر عنها ازاي جو مو جو مو او لو انا عايز اوصف او اتكلم عن نفسي بشكل دقيق وشكل فيه ديتاي واتكلم بالتفصيل عن شكلي الخارجي او الشكل الجسماني عن عمري او اتكلم عن بعض التفاصيل الموجوده في الوجه او في الراس تعالوا نشوف هنعبر عنها ازاي عندي هنا الجارسون او عندي ولد زي ما احنا شايفين وبالتالي اول حاجه ممكن ان انا اعبر عنها هي الجانغ او النوع زي ما احنا كنا اتعرفنا عليها مع بعض جانغ يبقى طبعا الولد الموجود امامي يبقى هو هيتكلم عن نفسه او لو انا بتكلم عن نفسي هقول جو جو سوي ان جارسون يبقى هنا انا خلصت الجزئيه الخاصه بالجنر وعرفت نفسي وعرفت النوع بتاعي ان انا ولد صغير زي ما موضح امامنا يبقى جنر جو سوي الوصف التالي لو بتكلم عن الفئه العمريه او المرحله العمريه اللي الشخصيه موجوده فيها ازاي ده اقدر اعبر عنه قلنا عندي سن صغير عندي سن شبابي او سن الشباب سن النضج وعندي سن متاخر او السن الكبير هنا عندي لاج الولد الصغير بيقول جو سوي جون جو يبقى جو سوي ان غارسون جو سوي وزي ما شفنا قبل كده مع بعض كلمه جون هي الوصف او اللي بعبر بيها عن الشباب او صغر العمر وهنا بتبقى يعني للاثنين للمذكر والمؤنث واحد ما فيش اي تغيير فيها لان هي الكلمه بطبيعتها اخرها حرف ال يبقى جو سوي جو عندي المثال اللي بعد كده والوصف اللي بعد كده لو بتكلم عن الابارونس الابارونس المظهر والشكل بتاعي ده ازاي اعبر عنه من خلال برضو نفس الشخصيه الموجوده معانا هيتكلم عن نفسه وبيتكلم عن الاباونس او المظهر الخارجي والشكل الخارجي بتاعه وبيوصف نفسه ان هو جميل وهنا بيقول جو بو جو بو جو بو يعني انا شكلي جميل او انا شكلي حسن وطيب يبقى هنا اتكلم معايا عن الاباونس او المظهر. الاكزامبل اللي بعد كده لو بتكلم عن التاي وقلنا التاي يعني الحجم لو بتكلم على او هو بيوصف بقى نفسه احنا اتفقنا ان هو بيوصف نفسه فعايز يوصف نفسه ويقول ان حجمه بشكل معين تعالوا نشوف هيقول ايه هيقول je suis grand جو suis grand يعني انا حجمي كبير او انا كبير في الحجم ولست صغير يبقى je suis beau pour l'apparence je suis grand pour, uh, 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 pour la taille بالنسبة للوزن والبوا زي ما احنا شفنا اه مع بعض عندي البوا ممكن يكون وزنه تقيل ممكن يكون وزنه متوسط ممكن يكون وزنه اه خفيف وهنا طبعا بيتكلم عن نفسه وبيقول ان هو وزنه نوعا اه ما اه اه يعني خفيف او هو اه ضئيل اه اه يبقى هنا بيتكلم عني عندي في البوا وبيقول جو سوي مانس جو سوي مانس هنا اتكلم معايا في جزئية البوا نيجي على الاكزامبل اللي بعد كده لو عايز يوصف نفسه او يتكلم عن نفسه ويتكلم عن الوجه لو فيزاج هنا هيقول ايه او هيعبر عنها ازاي هيقول جي لو فيزاج كاري جي لو فيزاج كاري انا الوجه بتاعي على شكل مربع زي ما شفنا مع بعض في الاشكال الهندسيه كاري اللي هو المربع فهو وشه مربع او على شكل مربع يبقى جو سوي مانس جي لو فيزاج كاري الوصف اللي بعد كده وبرضو لو عايز يتكلم عن العينين وليزيو زي ما شفناها مع بعض هيعبر عنها ويقول ايه؟ ليزيو عندي ممكن تكون لو هو عايز يعني اه 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 يعبر عن اللون بتاع عينيه هنا هيقول جي ليزيو مارون جي ليزيو مارون وهنا لازم نقف في جزئيه مهمه جدا وهي احنا خدنا قبل كده مع بعض طبعا ليكولور والالوان ولكن واحده من الالوان المختلفة أو من الاستثناءات عندي من ضمن كل الألوان هو المارون أو اللون البني وهنا طبعا يعني كلمة مارون زي ما احنا شايفين عندي كلمة لزيو اللي هي العينين كلمة طبعا في الجمع وبالتالي لازم الأرجكتيف يكون عندي في الجمع ولكن مارون أو اللون ده بالذات من الألوان هو كمان واللون الأورانج من الألوان التي يعني لا تتبع أبدا الاسم اللي بتصفه لا في التذكير ولا في التأنيس ولا في الجمع يعني عندي مارون بتفضل زي ما هي سواء بتكلم عن مؤنث أو عن مذكر أو عن الجمع جي لزيو مارون سي بور لزيو أو بور لا ديسكريبسيون عندي بعد كده للشوفو زي ما اتفقنا مع بعض الشوفو أو الشعر لو عايز أوصف الشعر بتاعي سواء طويل قصير لا فورم دي شوفو أو الشكل بتاع الشعر بشكل عام بيكون عامل ازاي هنا هلاقي طبعا ان هو في الوصف بتاعه حدد لي طول الشعر وشكله واللون بتاعه هيقول لي طبعا جي لي شيفو كور جي لي كور وكلمه شيفو كلمه مذكره في الاساس وبالتالي هنا كور ما فيهاش او اه لو كان بيتكلم عن حاجه ثانيه مؤنثه كانت هتبقى كورت وهنا بالتالي هلاقي طبعا حرف الاس علشان تتوافق مع الجمع وعندي بوكلي زي ما احنا شفنا مع بعض الوصف بتاع الشعر إيه نوار وكمان اللون اللي هو اللون الاسود لي شيفو بوكلي اي نوار ويتكلم عن لي زيو جي لي زيو لو برضو عايز يوصف ويتكلم عن لوني او عن المناخير لو عايز يتكلم عن الانف بتاعته هيقول ايه تعالوا نشوف كده هيقول جي ان بوتي ني جي ان بوتي ني يبقى هو عبر عن شكل الانف بتاعه او الحجم بتاعها وقال جي ان بوتي ني او هي شكلها صغير نفس الكلام بالنسبه لزغاي الاذن لو عايز يعبر برضو عنها هيقول ايه تعالوا نشوف كده هيقول جي لي بتيت جي لي زوغاي زي ما قال جي ان بوتي ني انف صغيره ممكن برضو يتكلم عن اذنه برضو صغيره فهيقول جي ليزوغاي بوتيت هلاقي بوتيت هنا طبعا مؤنثه والعجكيتيف في الجمع. كومبريانسيون اكريت كومبريانسيون اكريت او النص اللي بيكون موجود معانا واللي بنبدا ان احنا نقراه ونفهم الافكار الرئيسية أو الأفكار الأساسية الموجودة فيه وطبعا أي نص عندنا بيكون مقسم زي ما اتفقنا على مجموعة من الباراجراف أو يعني مجموعة من الأفكار بتكون موجودة مع بعض وتعالوا نشوف مع بعض هنقرأه إزاي وهنتعرف عليه إزاي طبعا أي نص وأي كومبريانسون بيكون عنده تيتر بيكون عنده عنوان وبالتالي العنوان دايما بيديني انديكاسيون او بيشير لي وبيعمل لي يعني عملية إشارة إلى القصة أو المضمون أو المواضيع اللي إحنا هنشوفها مع بعض من خلال النص اللي إحنا هنقرأه النهاردة. أول حاجة موجودة معايا التيتر بيقول لي سي ما في سي ما في وسي ما في يعني طبعاً دي حياتي وبالتالي أقدر أفهم من ده إن التكست أو النص اللي إحنا هنقرأه هيتحدث بشكل أو بآخر عن الحياة أو حياة شخص بشكل معين. أول باراجراف موجود معانا وأول جزئية موجودة معانا هنلاقي طبعا بيبدأ معايا بجو يبقى إذا الشخص بيتحدث أو شخص بيحكي أو بيتكلم عن نفسه. Je m’appelle أنجليكا سامر Je أنجليكا سامر زي ما شفنا قبل كده مع بعض. Je أنا أدعى أنا أسمى أو أنا اسمي و أنجليكا ده الprenom الاسم الاول سامر الاسم الثاني او النوم دو لا فامي يبقى هي اسمها أنجليكا ثم بعد كده هتعبر عن نفسها وهتقول لي جي 12 جي 12 وهنا طبعا بتتحدث او بتتكلم عن نفسها ان هي بتبلغ من العمر 12 عام اي جو سوي كانديان جو سوي كانديان طبعا اتكلمت هنا عن الناسيوناليتي او الجنسيه الخاصه بها ان هي قادمه او اصولها اصول, أصول كنديه طبعا هلاقي ان الادجكتيف عندي هنا بيتوافق طبعا مع المؤنث باضافه حرف الان وحرف الاي هلاقي عندي بوان والجمله انتهت استنى شويه وابدا الجمله من جديد il y a 5 moi avons déménagé dans le sud de la France هنا عندي بيقول لي او هي بتحكي ان منذ خمس اعوام او منذ خمسه اعوام انتقلت انجيليكا والاسره بتاعتها واسرتها انتقلوا علشان يعيشوا في جنوب فرنسا كنا شفنا مع بعض برضو الجهات والديراكسيون ولو سود هنا معناها الجنوب يبقى لو سود جنوب فرنسا هتستكمل الحديث بتاعها والقصه بتاعتها هتقول مون فرانك سامر ميكانيسيان

ميكانيسيان بيعمل في مجال السيارات وبيصلح طبعا السيارات وكل الامور اللي ليها علاقه بالسيارات وطبعا هو طالما بيشتغل في السيارات بيحب جدا السيارات القديمه وبيعمل على تجميع السيارات القديمه والسيارات الصغيره تنتقل بعد كده الى جزئيه تانية وتتكلم عن حد تاني وهي الام لا مير كنا اتفقنا قبل كده مع بعض لا مير اللي هي الام ما مير سابيل ايميلي سامر ما مير سابيل ايميلي سامر هي بتدعى ايميلي البرينوم بتاعها ايميلي سامر اسم الاسره الي انفيرمير الي انفيرمير يعني هي بتعمل في المستشفى كمساعده للطبيب او زي ال 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 يعني بتساعد الطبيب في أعماله dans un hôpital non loin de ميزون maison هي بتعمل في المستشفى والمستشفى دي قريبة وهي ليست بعيدة من المنزل اللي هما بيقيموا فيه nous avons déménagé en France parce qu'elle a toujours aimé la culture et ou de ce pays وطبعا هم انتقلوا إلى آآ آآ فرنسا او راحوا يعيشوا في فرنسا وده طبعا في المقام الاول ان هم بيحبوا جدا آآ آآ فرنسا وبيحبوا الثقافه الفرنسيه والثقافه الخاصه بالبلد الجزئيه اللي بعد كده بتبدا تكلمنا عن او بتتحدث عن الحياه بشكل عام في فرنسا هنا بتقول لي لا في فرنسا اتري ديفيرونت سيل او كندا طبعا احنا قلنا ان هي من اصول كنديه وبالتالي هي جايه من كندا جايه تقعد في بلد جديده اللي هي فرنسا وبتقول ان هناك فرق وفي اختلاف كبير ما بين الحياه في فرنسا والحياه في كندا. اي في شو ودرجه الحراره بتكون دايما حر او درجه الحراره بتكون دايما مرتفعه. شاك ديمونش نوزالون على مانيفيك بلاج دو et اي achetons دي غلاس ابخي avoir نجي دون العمار. طبعا هنا بيقول لي ان يعني كل يوم حد بيروحوا للبحر او بيروحوا علشان يعوموا في المياه وبيستمتعوا ان هم يشتروا الايس كريم وياكلوه برضو بجزء او جزئيه خاصه بوصف الشعب الفرنساوي او الحياه هناك في فرنسا بتقول لي فرونسي سون سيمباتيك اي اكويون وإن آآ آآ الشعب الفرنسي أو الفرنساويين هم لطاف ودايما يعني بيرحبوا بالناس اللي جايه من الخارج ونو بارلون فرونسي لوسكو نو سوم دوهر أليكول أو أو مارشي وهنا تتحدث إن هم يعني دايما بيتكلموا بالفرنساوي بيتكلموا باللغه الفرنسيه لما بيكونوا في الخارج لما بيكونوا في المدرسه أو بيكونوا في السوبر ماركت أو في السوق

طبعا بالشكل ده يكون الجزئيه بتاعت الكمبريانسيون اكريت او النص اللي موجود معانا تقود انتهت استعرضنا مع بعض الافكار الاساسيه في الكمبريانسيون تعالوا نشوف مع بعض لي كيستيون دو كومبريانسيون ولي كيستيون دو كومبريانسيون اللي هي الاسئله الخاصه بالتكست او بالنص الموجود امامنا واللي يعني بنتاكد منها ان احنا فهمنا التكست والنص بشكل سليم

رابع اختيار ديميرو دي انفيرميي تمرجي وهنا طبعا اما اه بلومبيي سباك او ميكانيسيان مهندس ميكانيكي او يشتغل في الميكانيكا بتاعت السيارات او كوليكسيونير دو فواتور مينياتور بيعمل على تجميع السيارات الصغيره او انفيرميي بيعمل في المستشفى كمساعد للطبيب هنا طبعا اه زي ما احنا شفنا مع بعض هي مهنته ان هو ميكانيسيان وكانت هوايته ان هو بيعمل كوليكسيوني لي فواتور يبقى هنا طبعا الاجابه الصحيحه هتكون ميكانيسيان كيستيون دو او السؤال التالي هنا بيطرح عليا السؤال وبيقولي لي كونتيس كو لا فامي سامير ا ديميناجي ان فرانس يبقى هنا بيسالني عن التوقيت الخاص برحيلهم من كندا او انتقالهم من كندا علشان يروحوا يقعدوا في فرنسا اول اجابة او أول الماوود أو أول اختيار موجود معنا. ي ي يعني منذ يعني سنوات الاختيار الثاني ي ي ي ي يعني منذ ي أيام عندي بعد ي الاختيار ي ي سي إيا دوزون من سنتين ي ي ي ي ي او من اسابيع طبعا هنا هي هنا هلاقي عندي ان هو بيستخدم ايليا، وايليا بتعني منذ باللغه العربيه، ولكن عندي في اللغه الفرنسيه ايليا بستخدمها اكثر لحاله الاستمراريه، يعني حاجه حصلت في الماضي ولكن هي بتستمر معايا حتى الان او حتى الوقت اللي احنا بنتكلم فيه، فهم طبعا الاجابه الصحيحه هنا هتكون ان هم سافروا وسابوا آآ آآ كندا وراحوا يقعدوا في فرنسا منذ خمس سنوات وحتى الان هم يعني لسه مقيمين في في فرنسا ما رحلوش او ما مشيوش وبالتالي الاجابه الصحيحه عندي تكون il y a 5 il y a 5 numero 3 او السؤال رقم 3 لا فامي سامير بارل انجلي لوسكالي وهنا بيقول لي ان الاسره بتاعت انجليكا او الاسره بتاعت اسره سامر بتتكلم اللغه الانجليزيه او بتتحدث اللغه الانجليزيه امتى اول شوية موجود معايا او مارشي في السوق B بي الاختيار الثاني على l'école. numéro سي او ترافاي يعني هي بتتكلم بيتكلموا اللغه الانجليزيه في السوق ولا في المدرسه ولا في العمل نيميرو دي على او في المنزل زي ما احنا شفنا مع بعض في التكست هم قالوا ان هم بيعملوا دايما ان هم يتحدثوا باللغه الانجليزيه بشكل كبير في المنزل علشان تبقى جزئيه خاصه بالبخاتيك او بممارسه اللغه علشان ما ينسوهاش. طبعا الاجابه الصحيحه هنا هتكون ا لا نمره 3 uh, 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 او السؤال التالي او هيكون بقى نميرو 4. كومون سون لي طبعا هنا بتكلم عن وصف الشعب الفرنساوي او الفرنساويين زي ما وصفتهم انجيليكا. اول اختيار عندي بتكون اونويو 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 يعني غير لطيف ودايما يعني مش مرحب بالناس سيمباتيك لطيف ويعني uh, دايما في استقبال الناس بشكل جيد ميشون يعني شرير او غير جيد على الاطلاق ونيميرو دي ادوغابل يعني رائع وجميل طبعا انا هنا الاجابه الصحيحه هتكون عندي نميرو بي او سيمباتيك لان هي قالت ان هو شعب لطيف او هم دايما مرحبين بالناس اللي جايين من بره. الكيستيون اللي بعد كده كومون سابيل لا مامون دون لا فامي اسم والده أنجليكا كان اي اول شوا او اول اختيار ايميلي نيميرو بي باتريسيا سي ماتيلد نيميرو دي انجيليكا وطبعا هنا الاجابه الصحيحه هتكون ايميلي اللي هي لا مير الاجابه الصحيحه هتكون نيميرو ا طبعا بالشكل ده نكون شفنا مع بعض الكومبريونسيون اكريت تعالوا نفتكر مع بعض الأجزاء اللي إحنا أخدناها مع بعض النهارده، أول حاجة بدأنا بـ لا ديسكريبسيون فيزيك أو الوصف وإزاي إن أنا أقدر إن أنا أوصف المظهر الخارجي أو أوصف حد بشكل مفصل، أتكلم عن شعره أو أتكلم عن شكله وأتكلم بشكل مفصل حتى عن اللون الخاص بكل جزئية من الجزئيات، ثم إنتقلنا بعد كده إلى جزئية الابلكاسيون أو عملنا تطبيق على الجزئيه الخاصه بـ لا فيزيك، والجزئيه اللي كانت بعد كده معانا كانت الكومبريانسيون اكريت، او النص اللي كان موجود معانا اللي هو سيمافي، واخدنا عليه كيستيون، واخدنا عليه تدريب علشان نقدر ان احنا نفهمه بشكل بشكل جيد. كده دي تكون نهايه موضوعاتنا النهارده، ونتقابل في موضوعات قادمه من تعلم الفرنسيه، اورفوار، اي ا بيانتو.